نقدر نقول مين فينا ما حاولش ان هو يغير من نفسه؟ والسؤال اللي بعد كده، هل هو نجح ولا لا؟ النهاردة بقى احنا هناخد الابراج كلها، رجل او امرأة، من المركز الـ12 للمركز الاول، الاكثر قدرة على التغيير او على تغيير نفسه. مين اللي الموضوع عليه بيكون صعب، ومين اللي الموضوع عنده بيكون سهل وممتع، انجاز التعبير، ولذيذ مقارنة بغيره؟ هنرتب كل الابراج من الـ12 للمركز الاول، وكالعادة يا ريت تشاركوني بتوقعاتكم، بما ان معانا كل الابراج، كل واحد يتوقع برجه هيجي في المركز الكام، ويكتب لنا في التعليقات، لان انا بقرا كل تعليقاتكم، وبحب كمان ان انا اتعرف عليكم من خلالها. ويا ريت كمان الجديد يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه، واللي ما اشتركش في القناة يشترك، وتعالوا بينا نبتدي. المركز الـ12، حد توقع هو برج العذراء، اكتر برج صعب عليه تغيير نفسه او ان هو يغير من نفسه. ارض تراب، يعني ايه برج ترابي؟ من السمات اللي خلته برج ترابي انه صعب التغيير، لا هو عنده قدرة على تغيير نفسه، ولا انت حتى عندك قدرة على تغييره. حلو بعيوبه ومميزاته، بابا غنوجه هو كده، اقبله كده او لا تقبله، هو صعب تغييره اطلاقا. نعلى نوصل للمركز الـ11، هنلاقي اخوه في العائلة الترابية برج الطور، الاتنين يعني متساويين ومتقاربين في المراكز 12 11. الطور زلطة، صلب، لا يمكن تغييره من ضرب، او من الاستحالة ان انت تغير رجل برج الطور وامرأة برج الطور، وحتى لو هم يغيروا نفسهم الموضوع بيبقى تقيل، وفي احيان كتيرة غير محبب، وفي الأغلب لا يستمروا. ننتهي من العائلة الترابية تماما لما نقفلهم في المركز العاشر بالجدي الترابي، وإن كان أعلى منهم شوية، يعني مقارنة بالبرجين دول الجدي أسهل إن هو يغير نفسه أو إن أنت تغيره مقارنة بيهم. ولكن في المركز العاشر، يعني هو برج بالعموم بالعام صعب إن يغير نفسه وصعب تغييره. تعالوا بقى نخش في منطقة وسطى، ونستمر في الصعود في المراكز عشان ندخل للمركز التاسع. وخليني اذكر كده واقول كالعاده، يا ريت لو شايفين الحلقه دي ممتعه دوسوا لايك توصل لبقيه اصدقائنا، العكس يدونا ديسلايك، وما عنديش اي مشكله، بس قولوا لي السبب. في المركز التاسع هو برج السرطان، ايضا برج السرطان، وجماعة برج السرطان عارفين الكلام ده، صعب عليهم قوي تغيير نفسهم، وبتكون من احد المشاكل المزعجة بالنسبة لابراج السرطان، عايز دايما يغير نفسه ما هوش عارف. وعلى فكرة برج السرطان من اكتر الابراج اللي في محاولات مستمرة لتغيير نفسها، ولكن الامر مش بتلاقيه سهل، مش زي ابراج القمة اللي ممكن تغير نفسها كل يوم لو حبت، لو عازت معاك منين ما تروح عادي، لو حبت ان هي تكلك كل يوم شكل وستايل جديد ما عندهاش مشكلة. وبطبعها هي ابراج بتحب التغيير والتجدد. اعلى منه ندخل في المركز الثامن، هنلاقي برج الحمل اللي في منطقة وسطى. حرفيا برج الحمل ما نقدرش نقول عليه صعب اوي زي الابراج الترابية مثلا تغييره، او سهل جدا تغييره. برج الحمل الموضوع عنده نقدر نقول متزن بنسبة كبيرة قوي، ونكون كده أصبنا الدقة أكتر لما نقول عنه كده. نخش في الجد أكتر، نعلى في المراكز، الحمل تامن، ودلوقتي احنا داخلين سابع، وكل ما هنطلع لفوق هناخد برج يقدر يغير نفسه، وتقدر انت كمان تغيره أكتر مقارنة بالبرج اللي قبليه. حد توقع؟ طب حد بيكتب هو برج الحوت. برج الحوت بيتربع على عرش المركز السابع، يبدأ بقى نقول فوق المتوسط شوية، بدأنا نخش في القمة شوية. برج الحوت نفسه تجده من الأبراج اللي عندها قدرة إلى حد ما على تغيير نفسها، وتحب كده من فترة لفترة تجرب التغيير وتذوق حلاوته. ولكن برج الحوت أصلا مش زي برج الدلو اللي في المركز السادس، عشان كده نبقى دخلنا حرفيا في موضوع حلقتنا. الدلو يحب التغيير ويعشقه، وتلاقيه سلس في النقطة دي مقارنة كمان بغيره. برج الدلو بيجي في المركز السادس، وهو من الأبراج المحبة للتغيير، واللي سهلة عليها ان هي تغير نفسها وتتأقلم، واللي سهلة عليك ان انت كمان تغيرها، بس تكون مقتنع على ان البرج ده فلسفته هتقنعني يقنعك، وبرج مزاجه، يعني مزاجه عالي قوي ودماغه في السحابة. نخش في الجد اكتر واكتر، نخش في النار ونلتقي بالنار في المركز الخامس، هو برج القوس، اقوى واسرع
وأسهل تغييره من كل الأبراج اللي سبقته، ومحب للتجدد ومحب للتغيير. وفي كمان حاجة عايز أقولها في حلقة النهاردة، كل ما نطلع لفوق الأبراج دي، هي الأبراج اللي بتكره الروتين وما تطيقوش، كل ما ننزل لتحت نقدر نقول الأبراج دي اللي ليها صبر على الروتين مقارنة بغيرها. إذا برج القوس ملوش صبر على الروتين، إذا عنده قدرة أكتر من اللي سبقوه إن هو يغير نفسه، إذا تقدر إن أنت تغيره لو اقتنع أكتر من الأبراج اللي سبقته، إذا يستحق المركز الخامس. رباعي خط النار، رباعي القمة، المربع الذهبي، حد توقعهم؟ حد توقع مين اللي هيكون المركز الأول؟ طيب هنعلى دلوقتي ونوصل للمركز الرابع المتقدم عشان نوصل لبرج من الأبراج اللي أقوى في النقطة دي وفي الصفة دي حرفيا وبلا استثناء وبلا جدال وبلا نقاش من كل الأبراج اللي احنا خدناها، ألا وهو برج الأسد الناري. إذا برج الأسد بيجي في المركز الرابع، وصعب إن أنت تلاقي برج الأسد غير محب للتغيير أو غير محب للتجدد، ولا يقبل ولا يطيق إطلاقا الروتين أو الحياة الروتينية أو الأعمال الروتينية. برج الأسد الناري عايز تكسبه، ده هنا نصيحة قوية، دايما حاول إن أنت تكون متجدد على قد ما تقدر، وهتلاقيه معاك في أي طريق من طرق التجدد والتغيير، والعكس يهرب منك وما يحبكش لو كنت روتيني. لذلك هتلاقي برج الأسد والثلاث أبراج اللي هيجوا بعد كده علاقتهم متوترة في التوافق بالأبراج اللي جت في القاع قوي، ودي من أحد أسباب لما تيجي تقول لنا أسد مع الأبراج دي نقول لك التوافق مش عالي قوي. التوافق بيتحسب وبيتعرف بالنسبة لنا بناء على أشياء وصفات زي دي. هنخش في الجد أكتر وأكتر. هو مش بيحب التغيير قوي اللي في المركز الثالث، ولكن عنده قدرة مذهلة فظيعة هائلة على التغيير إن انطلب. هو ممكن من داخله مش بيحبه أوي، يعني الأسد يحب التغيير أكتر منه، القوس، الدلو والأبراج دي تحب التغيير أكتر من برج العقرب اللي بيجي في المركز الثالث، ولكن العقرب قول له غير وحس إن لازم يغير هيغير، وعنده قدرة كبيرة أوي على تغييرك. العقرب ده رجل أو امرأة، ده هي قدرته يقدر يغير نفسه حتى لو من داخله مش حابب. وقلنا قبل كده البرج ده يقدر انه يظهر عكس ما يخفي، ولذلك الناس كلها بتاخد حذرها شوية من برج العقرب، وان كنت وفي علم الفلك حتى قلنا ان ده سبب كبير قوي في اسباب جاذبية البرج اللي دايما فيه علامات استفهام صعب عليك تحلها بسهولة. هنستمر في الصعود، هنوصل للمركز الثاني ومن بعده المركز الاول. وصراحة المركز الثاني في زحام شديد، صاحب المركز الثاني مع المركز الاول على انتزاعه. الميزان الهوائي بيتربع على عرش المركز الثاني ضاربا لنفسه مركز متقدم جدا، محتل تصنيف عالي جدا بين الابراج في حلقة النهاردة، بين اكتر الابراج سلاسة وسهولة ان انت تغيره ان هو يغير نفسه، بس يكون مقتنع وحابب ما عندوش اي مشكلة. الميزان لو حط في دماغه رجل ولا سيما امرأة، ممكن كل يوم يبقى بلون، كل يوم يبقى بلون شكل، يغير ويتكيف ويمشي مع اي طبيعة واي حياة بس يكون مقتنع، لان لو ما اقتنعش هتلاقي الصفة دي صعبة قوي فيه. اما متصدر الابراج في حلقة النهاردة اللي اكيد كلكم عرفتوه فهو برج الجوزاء الهوائي، ملك التغيير وبلا منازع، اكتر برج سهل عليه يغير نفسه وسهل عليك ان انت تغيره لو اقتنع، ومحب من داخله للتغيير وكاره للروتين. لذلك هو اكتر برج علاقته متوترة مع ابراج القاع، تحديدا الثلاثي الترابي اللي ذكرناهم 11 او 12 11 10. يا ريت تكتبوا لي آراءكم في الحلقة دي، سعيد جدا بكل الناس اللي بتنضم لعيلتنا، سعيد جدا بتشييركم للفيديو ده لو انتوا بتشوفوني على الفيسبوك، سعيد جدا كمان لو اشتركتوا في الانستجرام والفيسبوك اللي حابب ان هو يتواصل معايا، وقناتنا التانية للفضفضة اسأل محمد وعيلته، الروابط دي كلها في وصف الفيديو. أول تعليق، يا ريت جدا تشرفوني بالانضمام ليها، هتوحشوني. على ما نلتقي بكرة وإلى اللقاء.